السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نبدأ وياكم أول محاضرة بالأوتونوميك نيرفس سيستم. طبعاً الأوتونوميك نيرفس سيستم كلش مهم، يعني هو الأساس الباقي السيستمات، هو الأساس مالتك، لازم تفهمه زين. فعندنا عدة مواضيع مثل ما موضح قدامكم راح ناخذها بسلسلة من الفيديوهات. أول موضوع باليوم Lecture 1 راح نبدأ به اللي هو General Principle. راح ناخذ شنو General Principle، شنو المواضيع اللي راح ناخذها بالGeneral Principle. هي عبارة عن Anatomy Physiology للAutonomic Nervous System، بس انتبهوا شغلة واحدة، إنه الأناتومي والفيسيولوجي اللي يخص الفارما، غيره ما مطالبين به، لو حتى مكتوب بالكتاب ما عليكم به، لأن ما راح يجي أصلا عليه سؤال. مفهوم هسه؟ نبدأ بسم الله. Nervous System تقسيم، أول شيء راح نجي إلى تقسيم Nervous System. أول ما يجي على بالكم لما نقول لكم Nervous System قسموا ليها، راح يجيكم أنه راح نقسمه إلى Central Nervous System، Peripheral Nervous System. هذا ما يفيدنا صراحة، ما يفيدنا، هو صح يعني موجود أكو هيك شيء تقسيم بس ما يفيدنا. راح أقسمه حسب الفانكشن مالته، حسب الفانكشن مالته، فيما إذا كان لا إرادي أو إرادي. اللا إرادي هو يا هو الأوتونوميك نيرفس سيستم، involuntary لا إرادي. الإرادي هو اللي هو الصوماتيك نيرفس سيستم اللي هو الفولنتري. الأوتونوميك نيرفس سيستم يسيطر، هو يكون قلنا involuntary لا إرادي. على ما يسيطر؟ على شكل، على سبيل المثال heart rates، intestinal movements، respiration. تقدر تسيطر عليها؟ ما يقدر تسيطر عليها. كذلك الصوماتيك نيرفس سيستم، skeletal muscle، أنت تقدر تسيطر عليها، أنت تتحرك بدون ما حد، يعني مو تحكم لا إرادي، أنت تتحكم بها، تقوم توقف تزم شيء، هذا إرادي. هسه نجي الأوتونوميك نيرفس سيستم عنده two fibers، أما الصوماتيك نيرفس سيستم عنده one fibers. هاي كيف تهمون يعني شيء. هسه نجي نشرح الأوتونوميك نيرفس سيستم بالتفصيل. الأوتونوميك نيرفس سيستم يحتوي لي على two fibers. انتبهوا لهاي two types و two fibers، يعني هاي حلوة شوية، يعني rules of two، فهو two fibers two type بشكل عام، يعني autonomic nervous system. نجي إلى التايب مالته، عندي sympathetic nervous system و parasympathetic nervous system. هسا نجي إلى نشرح sympathetic nervous system شنو. قلنا احنا الاوتونوميك نيرفس سيستم بشكل عام عباره عن two fibers يتصلن فيما بينهن، يتصلن منطقه الاتصال بين two fibers من النيرف، نيرف فايبرز، منطقه الاتصال بيناتهم شو يسموها؟ يسموها الساينابس، منطقه الساينابس. هاي منطقه الساينابس هي منطقه اتصال التفرعات العصبية، منطقة اتصالها، منطقة اتصال الألياف العصبية، النيرف فايبرز. زين هاي لها أسماء، احنا ايش قلنا؟ قلنا هاي المنطقة، منطقة الاتصال يسموها الساينابس، ساينابس. زين اللي قبل الساينابس، احنا الشيء اللي قبل شو يسمونه؟ بري ساينابتك، هذا بري، وهذا اللي بعدها شو يسمونه؟ البوست ساينابتك، بوست ساينابتك. زين هسه pre-synaptic, post-synaptic وكو منطقة فراغ. زين هسا نشرح شلون دا تنتقل هاي الأعراض، هاي الإعازات العصبية عن طريق هذا النيرف، عن طريق هذا النيرف فايبرز، فهذا هو اللي يهمنا. عندي هسا جاني إعاز عصبي منه، جاني فدي إعاز عصبي منه، وصل إلى نهاية pre-synaptic fibers، وصل إلى نهايته. زين وصل إلى نهايته، لقى مخزن، هذا المخزن يحتوي على مواد، هاي المواد يسموها النيورو ترانسميتر. هسه راح ناخذها بالسلايد التالي، ناخذ شنو النيورو ترانسميتر. بها نيورو ترانسميتر، زين الخزان مال باوس سينابتيك، مال بري سينابتيك فايبرز، شو يحتوي؟ يحتوي على اسيتايل كولين، ACH. بعد ما وصل للإعاز العصبي للخزان، الخزان انفتح، هذا المخزن انفتح، اطلق الاسيتايل كولين، راح لمن؟ إلى البوست سينابتيك فايبرز. هاي البوست سينابتيك فايبرز يحتوي على ريسبتر اللي هو النيكوتينيك ريسبتر، ان صغيرونه. هسه راح نشرح شنو ان صغيرونه.
انتقل الإعاز العصبي اللي هو depolarization، انتقل وصل إلى نهاية البوست سينابتيك فايبرز، هم لك مخزن مال النيورو ترانسميتر. هذا المخزن مال النيورو ترانسميتر بالسمباثاتيك نيرفس سيستم، بالبوست سينابتيك فايبرز، يحتوي على النور ابينفرين. راح يطلق النور ابينفرين، اطلق النور ابينفرين، طلعه. وين وصل هذا النور ابينفرين؟ راح بالدم، اكيد راح بالدم. هذا النور ابينفرين راح يشتغل على التارجت، هاي يسموها التارجتس. شنو التارجت مالته؟ شنو هو التارجت مال النور ابينفرين؟ اللي هي الريسبترات الالفا والبيتا ريسبتر. اذا هسه المهم عندي بالسمباثاتيك نيرفس سيستم، انه السمباثاتيك نيرفس سيستم ينطيني شنو هو؟ نور ابينفرين، والتارجت مالته هي الالفا والبيتا ريسبتر. زين هسه يجي بالكم انه ممكن نعمم، يعني هسه ده سؤال ممكن نعمم انه كل السمباثاتيك نيرفس سيستم تطلق نور ابينفرين. هي ممكن، يعني اللي تفيدكم حفظوها هيج انه كلها، بس هسه راح نعطيكم فد معلومه خاف تجي، يعني ام سي كيو ممكن، انه مو كل السمباثاتيك نيرفس سيستم تنطيني، اكو اكسبشن. اللي هي الاكسبشن يا هي اللي هي السويت جلاند. السمباثاتيك نيرفس سيستم اللي رايح للسويت جلاند ينطيني اسيتايل كولين، هي هاي الاكسبشن. هاي يعني بدون اي لا تفسير ولا هاي، بس حفظوها هيجي انه السويت جلاند خاف تجي ام سي كيو او تنسال شفهي ممكن، او الدكتور يعني يسالك مرات، فحفظوها هي هاي. اما كفائده كلينيكال ما بيها اي فائده الصراحه. نجي الى الباراسمباثاتيك نيرفس سيستم. باراسمباثاتيك نيرفس سيستم قلنا هو مدام اوتونوميك فهو يتكون من تو فايبرز. اوتونوميك يتكون من تو فايبرز. تو فايبرز عندنا ساينابس هنا، بالنص ساينابس سميناها، هي ساينابس بالنص اللي منطقه اتصال الفايبر سميناها ساينابس. اذا الفايبرز اللي قبل ايش يسمونه؟ بري ساينابتيك. الفايبرز اللي بعد ايش يسمونه؟ بوست ساينابتيك. زين سموه بوست سينابتيك. نجي هسه انتقل هم يعني الإعاز العصبي نفس هذا، انتقل الى وصل الى خزان البري سينابتيك فايبرز، وصل الى خزان البري سينابتيك، الى خزان البري سينابتيك فايبرز اطلق اسيتايل كولين. نفس هذا بالضبط، اطلق اسيتايل كولين راح على النيكوتينيك ريسبتور اللي هي ان، وان صغيرونه هسه راح اشرح شنو ان صغيرونه. المهم وصل البري سينابتيك فايبرز، انتقل الإعاز العصبي، وصل الى خزان النهايه البوستانتيك فايبرز. انتبهوا هذا باراسمباثاتيك نيرفس سيستم، اذا ما راح يعطيني اسيتايل كولين، ما راح يعطيني نورابينفرين قصدي، راح يعطيك اسيتايل كولين كذلك. نعم نفس هذا تقريبا، راح يعطيك اسيتايل كولين. اطلق الاسيتايل كولين، راح الاسيتايل كولين للبلد انتقل، راح على التارجتس. التارجت مالته شنو هو؟ اللي هي يسموها الماسكارينيك ريسبتور والنيكوتينيك ريسبتور. أنا كاتب هنا أم أكو غاية عندي فشي بالريسبترات راح نشرحها بعدين. ماسكارينيك أند نيكوتينيك ريسبتر. هسه فالمختصر مالتنا اللي أريدكم تفهمونه اللي مكتوب هنا بالباوربوينت، إنه الباراسمباثاتيك نيرفس سيستم ريليز أسيتايل كولين وإفكت أون ماسكارينيك أند نيكوتينيك ريسبتر. هذا اللي أريدكم تفهمونه. نجي اكو هسه يجي سؤال، شنو فائدة انه سمباثاتيك وباراسمباثاتيك موجود؟ يعني هي من اسمهم واحد عكس واحد. مثلا اذا السمباثاتيك يسوي كونتراكشن فالباراسمباثاتيك يسوي ريلاكسيشن، فبهذا تجي بالك انه كل الاعضاء تحتوي لي على سمباثاتيك وباراسمباثاتيك نيرفس سيستم. لا، مو كل الاعضاء تحتوي على باراسمباثاتيك وسمباثاتيك نيرفس سيستم. اكو عندنا اعضاء only sympathetic nervous system، ماكو اي parasympathetic nervous system بها. شنو هاي الاعضاء؟ هاي الاعضاء لازم تحفظوها لان مهمه شويه تفيدكم، يعني اللي هي some organs have only sympathetic nervous system، اللي هي يا هي the blood vessel. انتبهوا احكيكم من الاهم، blood vessel، sweat gland، والadrenal gland. بس هسه انت في كلامي زين، لما قلت انه ماكو باراسمباثاتيك فايبرز بس اكو باراسمباثاتيك ريسبتر، اللي هي هي ريسبتر مال باراسمباثاتيك قلنا عليها اللي هي الماسكارينيك والنيكوتينيك، اكو موجوده ريسبترات على هاي، واكو مواد تشتغل عليها غير الاسيتايل كولين تشتغل عليها وتحفزها، بس مو الباراسمباثاتيك نيرفس سيستم. هاي فهمه، يعني اكو ريسبترات
بس هاي يحبون دائما الدكاتره يسالون بها، يعني مثلا شفهي او شيء يسال طالب دائما يحبوها ان شاء الله، فانت انتبه لها ان شاء الله. عندي الادرينال، هسه فد معلومه حلوه على الادرينال جلاند ادي لكم اياها. يعني الادرينال جلاند، الادرينال هي عباره، هي فد جلاند موجوده فوق الكدني، فوق الكدني هنا أنا. هاي يجيها البري سينابتيك فايبرز، يجي البري سينابتيك فايبرز يجي يطلق استايكولين، هو يوصل لها. بعدين احنا مو نعرف بالسمباثيك نيرفس سيستم، بالسمباثيك نيرفس سيستم عندنا انه اكو بوست سينابتيك فايبرز، البوست سينابتيك فايبرز اللي موجود هنا راح يصير بي مودوليشن ويتحول الى شنو، الى ادرينال. فهي هاي يعني الادرينال، فما عليكم بها، مهم يعني بس فهموها هيك. يعني هسه نجي الى نوع اخر من الاوتونوميك نيرف سيستم، هذا ما عليه اهم اي اهميه كلينيكال، بس ممكن خاف يجيكم من واحد يسالكم او شيء. عندنا الانتريك نيرف سيستم، الانتريك نيرف سيستم، هذا الانتريك نيرف سيستم شوفوا اسمه، شو اسمه، the brain of the guts. the brain يجي تحفيز من مكان ثاني، يلا هو يتحفز، لا هو يتحفز من واحد اكيد. اذا الانتريك نيرف سيستم هي همي راح تتحفز من تلقاء نفسها بدون اي محفز خارجي، بدون اي محفز خارجي. يعني هي برين، هي بحد ذاتها فد مسارات عصبيه اوتوماتيكيه تشتغل، ما عليها باي شيء، تسوي كونتراكشن ريلاكسيشن، تنظم البيرستالسيس مال الانتستين وحدها. بس اكو خطا شائع يقولون انه الاوتو السمباثاتيك والباراسمباثاتيك نيرف سيستم ما لهم علاقه بالانتريك نيرف سيستم. هي صح ما يقدرون يوقفون عمل الانتريك نيرفس سيستم، لكن يسووا لها مودوليشن. شنو مودوليشن؟ مودوليشن يعني ترتيبها، ترتيبها مثلا يزيدها، ينقصها، يرتب البيرستالسيس، اي شيء يعني تقريبا، مو يوقفها، ما يقدر يوقفها، لان هاي هي بالاصل برين اوف ذا جاتس، هي وحدها من تلقاء نفسها تجيها الاعازات العصبيه. اذا هسه يجي ببالك بعد هاي الانتريك نيرفس سيستم الريسبونس شنو تشتغل؟ يعني وحدها هي تبقى تشتغل؟ لا، أقولها response، تكون response to the chemical changes، to the chemical changes. شنو chemical changes هاي اللي يصير؟ ال chemical changes اللي هي مثلاً تأكلت، أكلت فد أكل، نزل للإنتستين دودينم، نزل انفرزت الإنزيمات اللي موجودة، فهاي الانتريك نيرفس سيستم راح تتحفز، راح تتحسس هاي الإنزيمات اللي انفرزت، فراح تقول شنو، اكو انزيمات نزلت، اكو يعني اكو لهذا البشر، هذا الجسم دا ياكل، فاكل، نزلت الانزيمات الانتستين، الانتريك نيرفس سيستم، الانتريك نيرفس سيستم استجابت لها، فبهاي الحاله تحفزت الانتريك نيرفس سيستم. اذا ريسبونس تو كيميكال تشينجز، مفهوم هسه؟ هسه كملنا الاوتونوميك نيرفس سيستم، نجي من الى السوماتيك نيرفس سيستم. السوماتيك نيرفس سيستم مثل ما قلنا فولنتري، بعدها يتكون من one fibers مثل ما واضح قدامكم، one fibers. زين هسه هو الأسرع، الأوتونوميك نيرفس سيستم ولا السوماتيك نيرفس سيستم؟ لا أكيد السوماتيك نيرفس سيستم. أولا نوع الفايبرز، ثانيا عندي ما عندي منطقة تقاطع، لأن هاي التقاطع يعتبر شنو، يسوي لي delay بالtransmission of the depolarization، فهذا هنا متواصل يعني. فعلى سبيل المثال هسه نجي من انتقل لعاز العصبي بالسوماتيك نيرفس سيستم، انتقل وصل الى نهايه السوماتيك نيرفس سيستم، وصل الى نهايته. زين لما نوصل الى نهايته لقى خزان، خزان ايش افرز؟ افرز استايل كولين. لما افرز استايل كولين طلع بالدم، استايل كولين راح لمن؟ على السكيليتال مصل، راح السكيليتال المصل، انتبهوا بس السكيليتال المصل، ماكو اي شيء بالسوماتيك نيرفس سيستم، راح السكيليتال المصل، السكيليتال المصل عليها فد ريسبتر اللي يسموها N و M صغيرونة، هم يعني نيكوتينيك ريسبتر بس وياه M صغيرونة، فانطلق هذا الاستايكولين راح سوالي سكليتال مصل كونتراكشن، سكليتال مصل انتبهوا لها شغلة، سكليتال مصل كونتراكشن، وهاي اللي هنا اللي يسموها إذا تذكروها بالفسيولوجي منطقة الاتصال بيناتهم بس يسموها نيورومسكولار جنكشن، NMG نيورومسكولار جنكشن. مثل ما واضح هنا، اذا المختصر مالتي اني شيء ريليز استايكولين افكت اون ان ام صغيرونه. هسه نشرح لكم شنو ام صغيرونه ان وموجوده ان. اذا كتبت ان ان صغيرونه
هذا يعني النيكوتينيك ريسبتر موجود على بريسينابتيك فايبرز، يعني موجود على النيرف نيكوتينيك قصدي البوسينابتيك فايبرز. انه الان الصغيرونه معناها النيكوتينيك ريسبتر موجوده بالنيرف، اما الام الزن وام الصغيرونه فهذا معناها نيكوتينيك ريسبتر موجوده بالمصل. مفهوم هسه هنا اقفد فشي يعني الاوريجن مات هاي النيرف سيستم من راح تنشا. بعدين هسه على سبيل المثال هاي الصراحه مو هالقد مهمه، بس خاف اكو كليات يعني تركز على هيك اشياء مو مهمه اناتومي السوالف ما ادري. فدي السمباثاتيك نيرف سيستم النش ينشا من ليفل T1 تو L2 سبينال كورد T1 تو L2. اما الباراسمباثاتيك نيرف سيستم اتذكر دكتور ناجي كان يقول لنا شنو بالفسيولوجي اكيد يكون يقول لنا 1973 اللي هي ينشا من كرانيال نيرف نمبر 10 نمبر 9 نمبر 7 نمبر 3 وكذلك من الساكرال ليفل اللي هي S1 to S2 من السبينال كورد. اما السوماتيك نيرف سيستم فهي شامل انت السنترال نيرف سيستم هو بشكل عام يعني، بس انت في شغله واحده عندما نقول سنترال نيرف سيستم مين يتكون سنترال نيرف سيستم تعرفون؟ السنترال نيرف سيستم هو عباره عن برين CNS. لما نقول CNS يعني اقول برين وسبينال كورد. سبينال كورد هذا هو معنى سنترال نيرفس سيستم. نجي من الى الموضوع الثاني بالجنرال برينسيبل اللي هو النيورو ترانسميتر. شنو هاي النيورو ترانسميتر؟ نجي راح نشرح البرودكشن والميتابوليزم مال النيورو ترانسميتر، بس قبل هذا نشرح شنو هي النيورو ترانسميتر. النيورو ترانسميتر مال موضوعنا بالاوتونوميك نيرفس سيستم اللي هي النور ابينفرين والاسيتايل كولين، هي هاي النيورو ترانسميتر راح نشرحها. بس اكو غير النيو ترانسميتر ترى مو بس هاي، يعني مثلا الدوبامين السيروتونين فهي هم تعتبر النيو ترانسميتر، بس هاي الشرح مالتها راح تفيدكم بالسنترال نيرفس سيستم. بس بالاوتونوميك نيرفس سيستم راح نشرح فقط النوربينفرين والاسيتايلكولين اللي هي مالتها البرودكشن والميتابوليزم. نجي وياي هسه نجي المان الى النوربينفرين. هي عندنا نوربينفرين وابينفرين، هسه راح نشرح شنو شلون يتكون الابينفرين. هي نفس النور ادرينالين وادرينالين نفس الشيء يعني ماكو مشكله نفس الاسم، بس عندي نور ابينفرين وابينفرين. شنو شلون راح يتكون الابينفرين بهاي السلايد راح نشرح. هسه كنور ابينفرين شلون راح يتكون او ابينفرين شلون راح يتكون؟ يتكون من اول شيء راح يجي التايروسين. اجى التايروسين، دخل التايروسين، التايروسين تحول الى دوبا. هاي الدوبا عن طريق شنو تحول الى دوبا؟ عن طريق التايروسين هيدروكسيليز. بس انتبهوا شيء واحد، هاي المنطقه هذا الدوبا مرحلتها يسموها الريت ليميتنج ستيب. شنو الريت ليميتنج ستيب؟ هاي اخذناها بالكيمياء قبل. الريت ليميتنج ستيب يعني يكون التفاعل عند هاي النقطه ابطا شيء، حتى يسموها الريت ليميتنج ستيب، يكون التفاعل عندها ابطا شيء، بطيء كلش. شنو سبب البطء؟ هاي التفاعل اي تفاعل يحتاج مثل ما تعرفون يحتاج الى طاقه، مو صحيح؟ فهاي الريت ليميتنج ستيب تهيئ، يعني مثلا هاي المرحله تحتاج طاقه اكثر، فالريت ليميتنج ستيب راح تبطئ على مود تجمع طاقه تكون كافيه لتكمله مسير التفاعل. فهاي كمعلومة يعني خاف يسألكم شو الريت ليميتنج ستيب، بس هاي معلومة ترى مهمة يعني الريت ليميتنج ستيب يا هي مالتها، بس ك يعني شرح ما مطلوب منكم، هاي مطلوب بالكيمياء بالكيمستري باي كيمستري. هسه المهم التايروسين تحول دوبا عن طريق التايروسين هيدروكسيليز، الدوبا يتحول بعدين الى دوبامين عن طريق الدوبا ديكاربوكسيليز. الدوبا يتحول الدوبا يتحول الى دوبامين عن طريق الدوبا ديكاربوكسيليز، بعدين الدوبامين يتحول الى نور ابينفرين، يتحول الى نور ابينفرين هذا الدوبامين. زين هسه تحول الى نور ابينفرين، اول شيء النور ابينفرين بس خلينا نمسح هاي شويه. النور ابينفرين راح يصير حر بالخزان، هذا النور ابينفرين نور ابينفرين بعدين راح تاخذه فيسيكل، يصير بداخل فيسيكل
ينحفظ داخل فيسيكل، يلا يبقى محافظ على روحه. وهسه راح نحكي ليش يبقى داخل فيسيكل، لان اذا صار خارج فيسيكل هاي مشكله، ما راح يصير عنده نورابينفرين. هسه راح نقول ليش. هسه المهم عندي التايروسين تحول الى الدوبا، والدوبا اللي هي الريتمك ستيب يتحول بقى تتحول بعدين الى دوبامين، بعدين الدوبامين يتحول الى نور ابينفرين. بس هذا المسير كلش مهم، لان عندنا ادويه تشتغل عليه، يعني لازم تعرفونه. هسه المهم نور ابينفرين، صار عندي نور ابينفرين. النور ابينفرين اذا راد يتحول الى ابينفرين، النور ابينفرين هسه وصلنا لمرحله النور ابينفرين، اذا راد يتحول الى ابينفرين يروح لمن؟ مو كنا قلنا قبل عندنا ادرينال جلاند، ادرينال جلاند بيها ادرينال كورتكس، كورتكس وعندنا بيها ميدلا، بالميدلا هي تنتج الكاتيكولامين، هي اللي يسموها النورابينفرين والابينفرين يسموها كاتيكولامين، تنتج الكاتيكولامين اللي هي الابينفرين والنورابينفرين. فالنورابينفرين اللي موجود هنا اللي اجى من النيرف يروح المن لم الا يروح المن للادرينال ميدلا، يصير له ميثيليشن، يعني اضيف مثال جروب يلا يتحول الى ابينفرين. هي بس هاي يعني الوظيفه مالته، methylation in the adrenal medulla. هسه صار لي depolarization مثل ما شرحنا بالسلايد السابق، صار لي depolarization وانتقل، اجا انطرح النورابينفرين، وجا هاي انطرح النورابينفرين. زين هسه ادى عمله، راح على الالفا والبيتا ريسبتور وادى عمله، وانا اريد اسوي له ميتابوليزم. شلون اسوي له ميتابوليزم؟ نجي كأول شيء، الأول شيء كميتابوليزم، النورابينفرين يصير له ريابتيك، يصير له ريابتيك 80%. شنو هو 80%؟ يعني 80% لما يخلص شغله راح يرجع للفيس، يرجع للنيرف تيرمينال، يرجع للخزان مالته 80%. بس انتبهوا النيورونال اند فيسيكولر، هاي مهمه، يعني يرجع للنيورون، اكو بيرجع يبقى بالنيورون، واكو بيرجع وينحاط بالفيسيكل، هاي الفيسيكل اللي موجوده، هاي مهمه كلش. اما الباقي اللي 20% فيصير له شنو؟ ميتابوليزم. هذا ال 20% وين موجود؟ بالسينابتيك سبيس، يعني بين الريسبتور وبين النيورون، فهذا يسمونه السينابتيك سبيس، موجود بالسينابتيك سبيس، راح يصير له ميتابوليزم عن طريق ياه وعن طريق انزيم اللي هو الكومز، يسوي ميتابوليزم للنورابينفرين بالسينابتيك سبيس، هو هذا الكومز. شنو الكومز؟ كاتيكول او ميثال ترانسفيريز، عليكم بالنفوذ مالته او شيء، بس حفظوا كومز. هسه صار له ميتابوليزم، زين هاي ال 80% اللي صار له ريابتيك، هاي ال 80% مو كلها راح يعيدها له، لان قلت لكم صار نيورونال وفيزيكولر. زين النيورونال اجى هنا، هذا النورابينفرين بس خلينا نمسح شويه، اجى النورابينفرين صار هنا، هذا صار له ريابتيك، واكو بي دخل بالداخل الفيسيكل، انحاط بالفيسيكل، هذا اللي موجود حر مو بداخل الفيسيكل راح يصير له ميتابوليزم عن طريق انزيم ثاني، يعني 80% ما راح ترجع كلها همين، راح يصير له ميتابوليزم داخل الخزان. زين هاي الميتابوليزم عن طريقه هو اللي هو الماو، عن طريق انزيم يسمونه الماو. هذا الانزيم الماو يكون هذا بار ان يكون على النيورون سايتوبلازم، بالنيورونال هاي يسمونه نيورونال سايتوبلازم، هو الخزان يعني مالته، فهذا اللي حر راح يصير له ميتابوليزم عن طريق الماو. اما اللي بداخل الفيسيكل لا، صار له فيزيكولر ريابتيك، يعني انحاط الفيسيكل بعد الماو ما ياثر عليه. بس هذا الماو عندي نوعين، هاي كلش مهمات بالسي ان اس، ادويه السي ان اس راح تاخذوها، ادويه السي ان اس كلش مهمه، خصوصا هاي الماو، ماو انهيبيترز راح ناخذ بالادويه. فالماو اي والماو بي، الماو اي وين موجود؟ الماو اي موجود بكل التشو، بالبرين وبكل التشو، بالليفر خصوصا بالليفر، احنا اللي يهمنا الليفر يعني الماو اي. الماو بي وين موجود؟ الماو بي موجود فقط بالبرين، هذا اللي اريدكم تعرفوه، هذا اهم شيء. مور افكت اون دوبامين ما عليه ابي الصراحه مو يهمنا، بس اهم شيء ان الماو بي بي برين، بي برين، اي بول تشو، برين والالت تشو ما عليه بيها، بس اهم شيء حفظوا الليفر، لان هو الليفر دائما يصير ميتابوليزم للدراج بالهاي، فاهم شيء هو الليفر. زين هسه كملنا من هاي انه صار له ميتابوليزم وكمل، زين اكو كل شيء يصير له ميتابوليزم، مو تعرفون كل شيء يصير له ميتابوليزم يتحول الى ميتابولايز،
مواد مهضومة وصحيح. زين هاي المواد المهضومة شنو؟ اللي هي الفينيلايل ماندليك أسيد. النوربينفرين لما يصير لميتابوليزم يتحول إلى VMA. هاي كلش مهمة. أكو عندنا فد مرض اسمه الفيوكروموسايتوما. هاي الفيوكروموسايتوما هذا مو هسه يعني بس أعطيكم معلومة عنه. الفيوكروموسايتوما يصير لي فد تيومر بالأدرينال ميدلا. تيومر بالأدرينال ميدلا. هاي تيومر بالأدرينال ميدلا. الأدرينال ميدلا مو تنطيني نوربينفرين وإبينفرين. فالتيومر إذا كان فانكشنك راح يزيد إفراز النور إبينفرين والإبينفرين. إذا لما زاد المنتج يزيد المواد المهضومة لو لا؟ أكيد يزيد المواد المهضومة، لأن كل ما زاد النوربينفرين راح يزيد الميتابوليزم مالته، فزادت المواد المهضومة، إذا راح يزيد الفينيلايل ماندليك أسيد. إذا هذا استخدمه كدايجنوستيك تولز، يعني استخدمه فدايجنوست أقيسه بالدم. فالنسبة إلى ما عليكم بالنسبة هاي بالباطنية، فالنسبة إلى معينة راح أقيسه بالدم، إذا زايدة فيكون عندي suspicion فالتشخيص معين، مو إلا أدرينال ميدلا تيومر. فالمهم يعني يفيدنا بالتشخيص، يعني هي هاي الفينيلايل ماندليك أسيد حتى تعرفون شنو تغرون. نجي هسه المن إلى الأسيتايل كولين. أسيتايل كولين، أسيتايل كولين من يتكون الأسيتايل كولين؟ يتكون الأسيتايل كولين من الكولين والأسيتيل كو أي. أسيتيل كو أي من تعرفوا من كريب سايكل اللي ما حد أصلا قراها الصراحة، ما أدري ليش هي من كريب سايكل والكولين يتحدن يسوي ليش إنه أسيتايل كولين. هم من أسيتايل كولين هم يصير بداخل الفيسيكل وهالسوالف، بس راح ينطرح إن من ما يصير له رياكتيك وهاي السوالف، لأن يكون رابد بسرعة يصير له ميتابوليزم بالخارج. انطرح حس إيجاد ديبولاريزيشن، انطرح بالخارج الأسيتايل كولين أثر على المسكرنيك والنيكوتينيك ريسبتر، هذا الأسيتايل كولين. إذا بقى بالسينابتيك سبيس وبالبلد راح يصير لميتابوليزم عن طريق يا هو اللي هو الكولين استريز إنزيم، صار لميتابوليزم. الكولين استريز إنزيم سوى ميتابوليزم المن للأسيتايل كولين. زين الأسيتايل كولين الكولين استريز راح يكون علينا two types، عندنا ترو كولين استريز والسودا كولين استريز يعني الكاذب. زين ترو كولين استريز أهم شيء تحفظوها اللي هي specific for acetyl كولين. يعني هذا فد يوم فد بعد ما نشرح اكو ادويه تكون مايمك المن للاسيتايل كولين، يعني شنو تشبهها، يعني هي مو استايل كولين بس تشبهها، هم تحفز المسكرنيك ريسبتورز. فهذا الكولين استريز ما راح يسوي لها ميتابوليزم، لان هذا الكولين استريز انزيم يكون سبيسيفيك لان الاسيتايل كولين الطبيعي دينتج الجسم يعني. اما السودو كولين استريز هو هذا المختص بالادويه، مثلا not specific for acetyl choline، مو specific له، وموجود هو بالبلازما بالليفر وين ما كان موجود. فهو السودو كولين استريز مثلا اخذ الدواء وشي، وهذا الدواء يسوي له ميتابوليزم، فالميتابوليزم اللي يكون فالدراج اللي يكون شبيه للاسيتايل كولين بعمله فراح يصير له ميتابوليزم بواسطه الكولين السودو كولين استريز. نجي الى موضوع حلو له اللي هو البوتوكس. كلكم تعرفون البوتوكس، البوتوكس يستخرجونه من بكتيريا اللي هي بكتيريا تطلق شنو البوتولينم توكسين، بكتيريا معينه موجوده تطلق يسمونها البوتولينم توكسين. يعني البوتوكس بهاي الحاله هو عباره عن توكسين، عباره عن سم. شو يسوي لها البوتوكس؟ هاي البوتوكس يسوي لي انهبيشن لكل النيرف اللي تنطيني اسيتايل كولين، من ضمنها النيرف اللي تروح السكيتال مسل اللي هي السوماتيك نيرف سيستم، سوماتيك فايبرز، مو هم تنطي اسيتايل كولين، فهذا راح يسوي لها انهبيشن، سوالها انهبيشن. اذا بعد ماكو اسيتايل كولين، اذا بعد ماكو سكيتال مسل كونتراكشن راح يصير سكيتال مسل ريلاكسيشن. فبهاي الحاله استخدمه كسكيتال مسل ريلاكسنس، لذلك يوخر التجاعيد، التجاعيد مو تصير بسبب الكونتراكشن، فانا اسوي ريلاكسيشن راح تروح التجاعيد. فبهاي الحاله يسوي الفلاكسيت باراليسيس، يسمونه فلاكسيت باراليسيس اوف سكيتال مسل، مو سباستيك باراليسيس. هذاك سباستيك باراليسيس اللي يسويه البكتيريا اللي يسوي لي الكزاز، اذا سامعين بي، هذا لما واحد ينجرح تجيب التراب، بالتراب هي هاي البكتيريا موجوده اكثر شيء، أماكن ريفية أكثر شيء همين. لما تجي هاي البكتيريا التيتانوس موجودة بالتراب تطلق التيتانوس توكسين، التيتانوس توكسين يسوي سباستيك باراليسيس اللي هو يعني كونتراكشن بالمصل، عكس البوتوكس البوتولينم توكسين.
فالبوتوكس تسوي فلاكسيد باراليسيس، هاي انت مو هاي ما عليكم بها، هاي بالمايكرو تاخذوها، بس البوتوكس هو هذا المهم، تسوي فلاكسيد باراليسيس اوف سكيليتال مسل. هاي كمعلومه يعني حلوه شويه، البوتوكس طريقه عمله. شكرا جزيلا، كملنا.